لما شفت على السي بي سي ان الداخليه بتضرب في الشباب، والضابط بيدي شاب زي الورد بالقلم ويجي 50 واحد عشان ايه؟ هو حرامي ولا قاتل ولا مجرم ولا بيع مخدرات؟ ده شاب نازل عايز حقه، ده شاب بيطالب عشان الدستور الغلط اللي هم عاملينه والقانون التظاهر اللي هم عاملينه. ده مش قانون تظاهر، ده قانون قمع، ده قانون ظلم، ده قانون عايز يكتم الافواه. ولعلمك والله بقول لك يا سياده الوزير، انت وشتيسي انتوا مش هترجعوا الا لما ربنا ان شاء الله، مش هقول لك هيعمل فيكم ايه. كل الشعب دلوقتي انقلب عليكم، خلي بالك مفيش غير الرعاع هم اللي بيأيدوك، اللي هم بيرضوا بالظلم والقمع وبيرضوا مش عايزين حريه، واحنا عايزين حريه. وبقول لك كفايه قمع، كفايه الغاز اللي انت عمال تعمله على شباب جامعيين، كفايه ظلم، كفايه ربنا موجود مش هيسيبك ابدا ابدا. وثوره 25 قايمه، مفيش ثوره 30، دي مش ثوره 30، دي ازمه الشعب يا سيسي، ازمه الشعب يا وزير الداخليه، ازمه الشعب. طب معلش قولي قولي قولي، والله العظيم انا مش اخوان، والله انا ما اخوان. انتوا دلوقتي كنتوا واقفين محترمين ولا قلتوا ادبكم فالداخليه ضربتكم؟ لا احنا كنا واقفين بنهتف هنا في ميدان طلعت حرب ومفيش اي احتكاك حصل بيننا، فجينا بمدرعات بتعلم من مركز المصفحات، جت من هنا من الشارع بتاع طلعت حرب دوت ودخلت علينا من الشارع دوت 9 تمام بس، وبدا يضربوا علينا غاز بكميات فظيعه. ليه رد فعل الداخليه عنيف كده في ضرب الغاز؟ والله انا مش عارف يعني، هي حتى يعني الكلام ده احنا قلناه قبل كده، وقال لو يطلع كل مره مسؤول من وزاره الداخليه ومن مسؤول عن الامن المركزي يقول لك احنا ما بنتعاملش مع المتظاهرين ما بنضربش، لكن الكلام الواقع غير كده خالص. ضرب زي ما هو زي ايام 25 يناير واوسخ واضل كمان، حتى الغاز يعني الغاز احنا ما شمناش قبل كده، اول مره نشم غاز بالطريقه ديت. طيب انا بدي فرصه للامن ومعاكم 3 ايام تحلوا لي مشكلتي، ما حلتوش مشكلتي انا هتظاهر، ابقى راجل متحضر واتظاهر باسلوب محترم واقف في الشارع في المكان المحدد لي المده المحدده لي. شوف هقول لحضرتك، المفروض ان احنا قبل ما نصدر اي قانون يجب ان احنا نوعي الناس باهميه وفوائد القانون. اذا كنت عليا ملاحظات انا كشباب او كشعب على قانون، فيه ناس متخصصه تشرح للعامه اللي زي حالاتي كده اضرار القانون ده ايه او مزاياه. احنا عاوزين البلد تهدى، عاوزين نقف جنب الداخليه وجنب الجيش. مخيب انت عمرك ما تقف بس، انت عمرك ما تقف بس. لا نزلت محمد محمود ونزلت ايام مرسي، لا محمد محمود ولا محمد محمود سالم، ليه هم دول كفره؟ هي داخليه كفره؟ هي داخليه يا ابني مين؟ دوما كان بينزل معاهم مسعرات كان حافي، دلوقتي ماسك ايه؟ اعمل حراره مين ده؟